السلام عليكم، معكم زاهر من يوميات يماني في الجزائر. اليوم انا قررت اعمل اكلة اسمها كباب بالدجاج، اكلة جزائرية اسمها كباب بالدجاج، ونشوفه وبعمله وقولوا لي وش رايكم، هل زبطت يعني عرفت اعملها ولا؟ وانجوي، انقطعت عنكم فترة كثيرة على اليوتيوب، الله غالب يا جماعة، لكن عدنا من جديد. السلام عليكم، ما تنسوش تعملوا ابوني والاشتراك في قناتي وتعملوا تعليق. السلام عليكم. نغلي البطاطا شوية كذا، نقليها في الزيت، نحمر الدجاج. بوريكم اليوم انا وش من طبخة، بعدين قولي لي وش هي. نحط البصل، بصل كناعة، انا والله بقدونس، عود قرفة، انجوي خربط خرابيط. نشوف وش الاكل اللي بطبخه، ابغاكم تعرفوا وش الاكل اللي بطبخه. انجوي. نضيف له كمان الحمص، ونخلي كله مع بعض لين البصل يذوب. هذه اكله جزائريه يا جماعه، معروفه جدا في الجزائر. يلا بكم، خلي الحين، ايوه يا جماعه، الحين نجيب ماء سخون كذا، ما نكترش شويه. ايوه، حبة بيض وشوية معدنوس مثل ما يقولون يا جماعة. الأكل الجزائري، المطبخ الجزائري ما شاء الله تبارك الرحمن، والله يجنن، في أكلات تهبل. نخلطهم، الله يا جماعة، الريحة تجنن. نطلع الدجاج يا جماعة لوحده، أوكي، تعلموا. الله، الجزائر لحست مخي أقسم بالله. لا ايوه، هلا، نطلع هذه تاع القرفه، هذه نطلعها، اوكي. الحين وش نعمل يا جماعه؟ نجيب البطاطا هذه المقليه، والله انزلي عادي تدلعي لي انت كمان، نحطها داخل يا جماله يا دلاله يا حركة. شوف 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 شوف. وبعدين يا جماعة نجيب البيض حسب ما التعليمات، ونخليه. الله، أيوة. الحين نجيب الدجاج يا جماعة، نحط الدجاج حقنا، أيوة، وارجع أنت مكانك. نعمل كده عشان يشرب، وزيد ده مع احنا يا جماعة شوية بقدونس، نعمل كمان تاتشات حركات. ايوه يا جماله يا حركاته، الاكلات الجزائرية. ونخليه نخليه كده مع 5 دقائق على نار هادئة. وش اسم هذه الأكلة؟ يامي. عملته الحين، قاعد ادوق أكلة جزائرية. أنا فنان، أنا توب شيف، أقسم بالله أنا فنان، أنا توب شيف. تحب تشوف؟ شوف. هلا والله.